الزملاء الصحفيين، مندوبي وكالات الأنباء، أتقدم باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لشعبنا العظيم بأحر التعازي لذوي الشهداء من المدنيين والعسكريين، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما يؤسفني استشهاد السياسية والرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هافرين خلف، والتي تعرضت لكمين غادر على الطريق الدولي الواصل بين تل تمر وحلب والمعروف بالطريق M4. وهذا يدل بأن هذا الغزو التركي لا يفرق بين عسكري ومدني أو سياسي. نتقدم لشعبنا وعائلتها وأصدقائها بأحر التعازي. أيها الزملاء، اعتدنا أن نلتقي وإياكم دائماً لنشارككم التطورات العسكرية والميدانية خلال حربنا في مواجهة إرهابي جبهة النصرة وتنظيم داعش خلال السنوات الفائتة، لكن هذه المرة مختلفة لأنها في مواجهة معركتنا في وجه الغزو التركي، وهو أمر مؤسف ما كنا نرغب فيه أبداً. لقد حاربنا بكل قوة وعزيمة تجاه إرهابي داعش دفاعاً عن القيم الإنسانية المشتركة ودفاعاً عن العالم الحر، وكلفنا هذا 11,000 شهيد وأكثر من 22,000 جريح. اليوم هؤلاء الذين يقفون دفاعاً في وجه الغزو التركي ويستشهدون أمام أنظار العالم هم نفسهم أبطال الذين حرروا عاصمة الخلافة، وهم الأبطال ذاتهم الذين كسروا شوكة داعش في الباغوز وفي كل مكان كان تحت سيطرة الإرهاب الأسود. خلال السنوات الماضية ومن خلال التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا، جعلنا من مناطق شمال وشرق سوريا أكثر المناطق أمناً وسلاماً في سوريا، ولم نكن يوماً تهديداً على تركيا، ولم نطلق طلقة واحدة باتجاهها. هنا في شمال شرق سوريا آوينا مئات الآلاف من النازحين السوريين من مختلف المناطق، واللاجئين العراقيين من الإيزيديين من سنجار والموصل والأنبار، وشاركناهم لقمة أكلنا، ولم نجعل منهم مادة للبازارات والمساومات كما فعلتها وتفعلها تركيا اليوم. رغم الحرب وظروفه القاهرة، ما زلنا نرعاهم ونحميهم إلى جانب عشرات الآلاف من معتقلي داعش وعوائلهم الذين هم قنابل موقوتة بين أيدينا ويشكلون تهديداً خطيراً للأمن العالمي. أمس قامت الدولة التركية بقصف السجون التي تأوي هؤلاء الإرهابيين لتفتح لهم المجال للهرب في مدينة قامشلو، وساندت داعش الدولة التركية من خلال قيامها بتفجير سيارتين، إحداهما أمام السجن في الحسكة والأخرى في وسط مدينة قامشلو. ومع كل هذا ما زال العالم يتجاهل هذه الحقيقة ويتجاهل هذا الجحيم القادم. خلال سنوات الحرب على داعش كان بجانبنا الكثير من الحلفاء، وقد كنا معهم صميميين وصادقين، وهذا نابع من ثقافاتنا وعاداتنا الأصيلة وما تفرضه علينا أخلاقنا. لقد قمنا بكل الالتزامات والتفاهمات والعهود والاتفاقيات الموقعة دون تردد أو خلل فيها. حلفاؤنا ضمنوا لنا الحماية بعد أن دمرنا الخنادق والتحصينات وإزالة ما أسموها مخاوف تركيا. لكن حلفاءنا وفجأة ومن دون سابق إنذار تخلوا عنا بقرارات ظالمة من خلال سحب قواتهم من الحدود التركية. لقد كانت هذه الخطوة خيبة أمل كبيرة وبمثابة طعنة من الخلف. لست سياسياً لأقيم هذه القرارات وأحللها، ولكن من منطق العسكري وما أعرفه ليس هذا ما يفعله رفاق السلاح. لقد كان موقف الوزير ماتيس والسيد ماغور والعديد من الأصدقاء الآخرين موقفاً مشرفاً معبراً عن ماذا يعني علاقة رفاق السلاح ببعضهم. إن المواقف السياسية والمستنكرة للغزو التركي على شعبنا المسالم ومشاريع فرض العقوبات الاقتصادية على تركيا لن توقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين. ربما سيكون لها تأثير على المدى البعيد، لكنها
غير مجدية على المدى العاجل والقريب. ما ينفعنا الآن هو قرار وقف هذا الاعتداء الوحشي. في الوقت ذاته فإننا نقدر عالياً المشاعر الصادقة ومواقف الدعم السياسي والمعنوي الذي أبداه الأصدقاء، سواء من الدول والحكومات أو من الشخصيات والأصدقاء. منذ 4 سنوات مقاتلون يقومون بحماية قوات الحلفاء ويعملون معهم جنباً إلى جنب، لكن هؤلاء المقاتلين يستهدفون الآن ويستشهدون من قبل الطيران التركي أمام أعين الحلفاء. إن الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش داعش، بل أنعشها ونشطت خلاياها في قامشلو والحسكة وكل المناطق الأخرى. ما زلنا إلى الآن